خلينا نشوف رأي السيد جباري المشهداني. يعني سيد جباري لهذا اليوم ما عدنا في التقرير يثبت ما حدث في فاجعة سبايكر، يعني ما عدنا تقرير حكومي أو تقرير أممي من قام بهذه. لا تقرير حكومي وتقرير أممي ست هيفاء. لا مو أني أريد بس أشوف وجهة نظر. لا أكو تقرير أممي اللي هو ذكرناه وذكرته. يعني ذكر الشيوخ العشائر وقال إن الموضوع جريمة إبادة. يعني الشيوخ العشائر ذكر التقرير الأممي والتقرير الحكومي هما طلقاء، يعني هاي فاجعة. خلي لا هاي الأسماء يعني الأسماء يعني فاجعة كبيرة يعني اليوم تشكل خطأ. خلي نشوف رأي السيد جبار المشهداني في هذا الموضوع. يعني أنا أريد التقرير، يمكن ما أعرف يعني خلي يحكي لنا. تفضل سيد جبار. نعم مساء الخير علي ست هيفاء وعلى الضيفين الكريمين وعلى مشاهدي القناة. أولا خلينا نثبت أن جريمة سبايكر جريمة مكتملة الأركان، جريمة لا يقبل بها لا ضمير إنساني ولا أي إنسان على هذه الأرض. القصة الأكبر من سبايكر والتي نتجت عنها سبايكر هو ما حصل في الموصل والمحافظات الأخرى عندما هاجمتها عصابات داعش الإجرامية. وأيضا كان هناك تقرير ولجنة كبيرة ضمت نواب وعشرات النواب يمكن 40 نائب واستدعت كبار الشخصيات وقادة وخلصت إلى نتائج. سبايكر واحدة من نتائج هذه الجريمة الكبيرة، هي واحدة من نتائج ما حصل في الموصل. لماذا لم يتم الكشف لحد الآن عن تقرير الموصل؟ من الذي تسبب بخسارة ثلث مساحة العراق؟ من كان يقف وراء وجود فضائيين؟ هل يعقل أن فرق عسكرية كاملة لا تصمد لساعات أمام بضع مئات؟ طبعا احنا يعني إذا ذهبنا باتجاه أن هذه ما حصل في يعني في الموصل ومحافظات أخرى هو اتفاق دولي إقليمي مؤامرة كبيرة، ربما هذا صحيح إلى حد كبير، ولكن هذا كان معلوم أيضا مثل ما تحدث السيد النائب، كان الجميع يدرك أن هناك شيء سيحصل. وكثير من اعترافات القادة السياسيين والعسكريين أنهم أبلغوا بغداد بما يجري وبالتحركات، وجرى ما جرى. لماذا لم يتم حسم ملف ما جرى في الموصل لحد الآن؟ وأنا أقول نعم أن هذه جريمة، ولكن من يتحمل مسؤوليتها أولا هي الحكومة. ليش؟ لأنه عندما تترك المجال بهذه الطريقة وتسقط محافظاتك وتترك أنت تعرف عملية سياسية فيها مناصرين وفيها أعداء وفيها من هو ناقم وهناك سلاح منفلت وهناك ميليشيات وهناك دواعش، لكن ضعف الحكومة هو الذي يبرز هذا الدور بهذه المنطقة وهذه المنطقة. يعني وغياب السلطة هو اللي يخلينا نشوف جرائم. ضعف دور الحكومة يبرز الجبناء وضعفاء النفوس اللي قاموا في هذه الفعلة المخزية، يعني والله العظيم مخزية وعار على كل واحد قام في يعني هذا الموضوع أو خطأ في هذا الموضوع. لكن نقطة مهمة جدا، يعني حتى نحن نتحدث عن نقطة مهمة جدا، حتى لأن سيد العيداوي تحدث موضوع مهم جدا وهذا الموضوع أنا أريد أستفهم منه. يقول لك الشيوخ العشائر اللي قاموا بهذه الفعلة معروفين وذكرتهم أو ذكرهم تقرير الأمم المتحدة أو الحكومة، إذا هم معروفين وموجودين ليش هذا اليوم تلقى؟ يعني أنا أريد أفهم هذا الموضوع، يعني أو شنو مصيرهم؟ يعني أنا أعتقد أولا ليسوا كلهم طلقاء الآن، بعضهم غادر العراق هرب، بعض انحكم وقسم كبير منهم من يعني صحيح شيوخ العشائر، ولكن صحيح هذا حسب التقرير أولا وحسب نعم وحسب ما أيضا ذكروا بعض السياسيين منهم السيد مشعان الجبوري اللي كان يتحدث وفقا لمعلوماته وحاضرها وأيضا حسب الاعترافات. لكن نرجع ونقول قضية أساسية، اللي اشترك بالقتل واللي قتل واللي حرض ما يمثل العشائر العربية في تكريت، يمثل نفسه. ومقابل هؤلاء أكو الشهيدة أمية جبار، نعم أكو الشهيدة أمية جبار، أكو أم قصي، أكو الكثير من العوائل، لأنه العراق بلد حتى في قبائل العربية مو أكو تصاهر فقط وروابط اجتماعية، هي نفس العشيرة تلقيها منقسمة طائفيا، لكن احنا ولد عم، أنا عشيرتي بيها سنة وبيها الشيعة، معقولة نتقاتل؟ القصة أكو إجرام نعم، أكو ضحايا أبرياء نعم، ولكن أيضا هم لازم نحاسب
كيف يمكن لقادة عسكريين يسمحون لآلاف المدنيين هم صح متطوعين بالجيش لكن هذا يعتبر مدني بعد تو متطوع لا متدرب لا كذا شو سمحوا لهم يطلعون بهذه الطريقة سبايكر جريمة يجب أن يتم البحث بها وبأسبابها يجب محاسبة الكل خلينا ننتقل على سياسنا سيدايفا بس ملاحظة سبايكر يجب أن لا تتكرر لا في أي مكان في العراق وتحت أي ذريعة إذا لم يتم محاسبة من تسبب بها قد تتكرر مرات ومرات